رؤساء مؤسسات جامعة محمد الأول، سيد مدير مركز الدراسات الاجتماعية، زملائي الأساتذة، أعزائنا الطلبة والطالبات، أيها الحضور الكريم. أولا باسم جميع مكونات الجامعة أريد أن أشكر جزيل الشكر أستاذنا الفاضل وبطبيعة الحال كل المجلس العلمي وكذلك المركز على الدعم المتواصل، فبغض النظر على هذه الخطوة والتي أعتقد أنها خطوة يعني مهمة جدا، أنها تفتح آفاق مهمة بالنسبة للجهة وبالنسبة لبلادنا باعتبار الدور الذي ذكره أستاذنا الفاضل دور البحث العلمي والابتكار في تطور المجتمعات وبطبيعة الحال في تطور المجتمع ديالنا. بطبيعة الحال هناك خطوات أخرى قام بها المجلس العلمي وكذلك المركز، وبالخصوص دعم الأستاذ مصطفى بن حمزة الغني عن التعريف، واللي احنا بالنسبة لنا هذه مفخرة أننا يعني نتعاون معه وبطبيعة الحال مع المجلس العلمي. بطبيعة الحال لن أكون في مستوى الحكمة وفصاحة وبعد نظر الأستاذ الفاضل، ولكن سأتفضل بذكر بعض الإشارات فيما يخص يعني جدوى وفحوى ونجاعة مثل هذه الخطوات. أولا على الصعيد الوطني أريد أن أبشر بناتنا وأبناءنا الطلبة على أن الوزارة وبتعاون مع ندوة رؤساء الجامعات تحضر لمشروع طموح فيما يخص دعم طالبة والطلبة في سلك الدكتوراه على الخصوص، وباعتبار أنه حان الوقت أن يكون هناك يعني دعم ناجع إذا أردنا أن نكون في مستوى تطلع والطموحات ديال البلاد ديالنا، وبالخصوص يعني طموح ديال سيدنا الله ينصر، باعتبار أن لو ستاتيو ديال أسيستون أصبح ملح وسيخرج إن شاء الله عما قريب للوجود، وهذا غادي يعطي واحد إمكانيات بالنسبة للطلبة في سلك الدكتوراه باش يجتهدوا ويعملوا في ظروف حسنة. كذلك كان بغي نذكر يعني الحضور الكريم بالدور اللي كتقوم به جامعة محمد الأول، اللي تقريبا احنا أكثر من 35 ألف طالب، 10 ديال المؤسسات جامعية في جميع حقول المعرفة، باعتبار أننا في الصنف الثالث فيما يخص يعني الترتيب الوطني لإنتاج في ميدان البحث العلمي. بطبيعة الحال ذكر أستاذنا الفاضل إنجاز في الحسيمة، وأنا حصل لي الشرف أنني كنت حاضر يوم أمس في الحسيمة في منتدى المدرسة الوطنية، ولكن رأيت هناك مشاريع أخرى في الحسيمة كذلك. أنا أعطي مثال تدفئة إقامة المدرسة بالطاقة الشمسية. بطبيعة الحال المجالات اللي يمكننا نعملوا فيها هي مجالات متعددة، ولكن هناك خاص واحد خصوصية بالنسبة للجهة الشرقية. بطبيعة الحال هنا كنحاولوا باش نتعاونوا مع الشركاء ديالنا كالمركز الدراسات المجلس العلمي، ولكن كذلك مجلس الجهة، كذلك يعني السلطات الترابية، كذلك المحيط ديال المقاولات إلى آخره، باعتبار أننا حاولنا أننا نسطروا واحد السياسة ديال البحث العلمي اللي كنت فيها النجاح ما يكونش فيها إهدار الطاقات، لأنها كل